يعني ما شاء الله اقبال كبير على حضرتك، كله مستمتع. مين اكتر حد بتحب تعزف له مقطوعات موسيقيه؟ بالنسبه لمصر ولا بره مصر؟ زي ما هيك عايز. يعني هو طبعا في مصر هنا قلنا عمر خورشيد طبعا الفنان الجميل بتاعنا، لكن انا اساسا بلعب برضه اسبانيش وبالف مزيكا اسبانيش وكده، و بلعب بقى العازفين العالميين يعني. اوكي. ناس مشهورين جدا زي ما. طب احنا سمعنا دلوقتي شرقي، هتسمعنا حاجه غربي؟ غربي والله انا مش مجهز حاجه غربي. مش مجهز حاجه غربي. هم طالبين مني النهارده شرقي. كله شرقي. للاسف يعني. طيب نسمع تاني، واعتقد ان دي اكتر قطه محظوظه النهارده، اخذت رنجايه لوحدها. طبعا. حظها بقى. فنان عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي اشرف زياده، شكرا لحضرتك يا فندم، اهلا بيك معانا في مصر جميله، وشكرا لحضرتك جيت لنا النهارده واحنا بنحتفل بعيد شمال. متشكر لحضرتك جدا، وبهني اسره البرنامج، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومصر سهل. كلها بخير وصحه وسلام ان شاء الله. امين يا رب العالمين. نطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين، ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم واحتفالنا بشمال مصر.